تمجيد لوالدة الإله يعني. وفي كمان دوكسولوجية. تذاكية بالقبط برضه. دوكسولوجية جاية من دوكسا وأولوجية، يعني بركة المجد أو مجد البركة، دي كلها تماجيد. دوكسا وأولوجية، دوكسا يعني تمجيد، أولوجية يعني بركة. لذلك الواحد لما بيعمل تمجيد للقديس بياخد بركة طبعا. دوكسولوجية. وفي أرثوذكسية متركبة من كلمتين، أرثو أرثو يعني استقامة أو مستقيم، ودوكسا يعني مجد، يعني مجد الاستقامة، الإنسان المستقيم له مجد خاص يعني. نعم. بمعنى ايه؟ رأس. رأي. لا. دوكسا مجد. من دوكساسي. دوكساسي يعني مجد أو يمجد. لا، رأي لها كلمة ثانية. يعني مجد الاستقامة، استقامة في الرأي والسلوك وكل حاجة يعني، استقامة كاملة يعني. وفي أيضا كلمة لبش، لبش أو لبش، برضه بالعربي ممكن تتقري لبش. لبش. القراية العربي دي مش كده. لبش يا معلم. في ناس بتقول لبش. أو لبش. لبش ولا لبش ولا، لكن لبش بالحروف القبطي تلاقيها منطوقه صح، مش ممكن واحد ينطقها غلط. لبش او لبش دي معناها تفسير يعني، تفسير. في لبش للبوسات، وفي لبش تفسير اجمالي ساعات يبقى على بعض القراءات في أثناء الصوم زي الطرحات بالظبط. أو طرح، طرح يعني تفسير أو شرح. نعم. ليه الجزء محتاج تفسير؟ هو واضح. وإمتى تحط لبش؟ لا، هي التفسير بمعنى إيه؟ بمعنى عمل الله في هذا الحدث يعني. تفسير ماذا فعله الله في هذا الحدث. عشان كده بنختمه بالشفاعة أو الصلاة، طلب الصلاة من قديسي هذا الحدث، لأن ربنا اشتغل معهم بطريقة معينة، فهي بتلخص عمل ربنا في الموضوع. في طروحات زي طروحات البسخة، وفي أحد شهر كياه والصوم الكبير في طروحات للتسابيح لها لحم جميل، للأسف ما بقاش في حد حافظه كتير. في حاجة اسمها الشيرات، جمع شيري، شيري معناها السلام، شيري ني ماريا، السلام لك يا مريم. وفي مجموعة شيرات خاصة بثوتوكية السبت، مجموعة الشيرات الأولى والثانية، وهي بتتغير حسب الطريقة، الكياكي أو الشعانيني أو الفرايكي أو الصيامي، يعني ممكن تاخد نفس اللحم بتاع المناسبة. دوكسولوجيات ثيوتوكيات آدام، وفي إبصاليات آدام اللي هي بتخدم من أول كلمة في يوم الاثنين، يقول آدم فيما هو حزين،
آدم. وكلمة واقص أو فاقص اللي هي العليق، أول كلمة يوم الخميس ده، العليقة التي رآها موسى في البرية. ليه خدنا بتاعت الاثنين بالذات، خدنا بتاعت يوم الخميس ماشي الحد واللقب، أول كلمة من هنا أول كلمة من هنا. وأصل الحد له تقصد، هو أيام الأدام الحد والاثنين والثلاثة، فسابوا الحد وأخذوا أول كلمة يوم الاثنين. والأربعة والخميس خدوا بتاعت الخميس برضه، ما خدوش والأربعة. الواقص أربعة وخميس وجمعة وسبت. سابوا الأربعة وخميس وجمعة. لأهمية موضوع العليقة في التجسد يعني. أهمية موضوع العليقة. في تعبير يقولوا دمج، دمج يعني حاجة إيه؟ يعني مندمجة بدون هزات مطولة يعني، أو اختصار اللحن، ده بيقولوا دمج. وفي كمان تعبير أدريبي، إيه ترهيبي، دي طريقة نشأت في أدريب اللي هي كانت بنها قديما، خطأ أن يسموها اللحن الحزيني، ما عندناش حزين، كلمة حزين دي فيها تعزية مش حزن. ايه ترهيبي اسم اللحن كده، أدريبي اللي هو اليوناني، ايه ترهيبي اللي هي الطريقة اللي نشأت في أدريبي، زي لحن كيبرتو يعني، دي طريقة مش صحيح بتناسب الأيام اللي هي فيها البسخة وفيها حزن على الخطية، لكن ما نقدرش نقول لحن إيه؟ حزيني. لحن حزيني يعني بيجيب الحزن، لا ده بيخلص على الحزن أو بينقل الإنسان من الحزن إلى الإيه؟ التعزية. إلى التعزية. نعم. دي تشابه بين كلمة حزن اللي هو الإبداعية وبين كلمة تدريب، دي هي اللي عاملة مشكلة. ازاي؟ كلمة حزن اللي هو الابتدائي قريبة من كلمة ادريب دي، عشان كده هي عاملة مشكلة. أصل إيه ترهيب؟ دي متاخدة من أدريب. كلمة حزن بالابتدائي السبب. أنا مش فاكر كلمة حزن بالابتدائي يعني، حد يفتي هنا يقول لنا. إحنا كلنا أبطال بس مش عارفين ابتدائي. في برضه لحن اسمه السنجاري اللي هو لحن الفريحي، إشارة إلى بلدة سنجار في شمال الدلتا، بلد اندثرت يعني عند بحيرة البرولوس كده يعني. كلمة أليلويا، كلمة آمين بكل اللغات، هللوا لله وامين يعني استجب. استيخن، كلمه استيخن يعني جزء من او مقطع يعني جزء من ربع، في ربع كانت وفي جزء منه يعني، الربع بيبقى حوالي اربع او خمس اجزاء اسمه استيخن. كلمة أوشية افشي، افشي يعني اطلب او طلبة. واحنا عندنا في الكنيسة عدة انواع من الاواشي، اوعى تفتكروا ان الاواشي حواشي، الاواشي حاجات مهمة يعني، طلبات مهمة. عندنا الثلاث أواشي الصغار اللي بنقولهم في المسبح في دورة البخور، السلامة والآباء والإجتماع. وعندنا الثلاث أواشي الكبار، السلامة والآباء والإجتماعات، بيتقالوا بعد الإنجيل وقبل صلاة الصبح. والخمس أواشي الصغار بيتقالوا في رفع كور باكر وعشية بعد الإنجيل.
والسبع أواش الصغار بيتقالوا في القداس قبل المجمع، والسبع أواش الكبار بيتقالوا في القنديل سر مسحة المرضى مفتكشين المعمودية، حاجات دي يعني اللي هم المرضى والمسافرين والملك الأرثوذكسي أو الرئيس والطبيعة الزروع المياه الأهوية والراقدين والموعوظين والقرابين، دي السبع أواشي الكبار. بس هي دلوقتي الكنيسة ما عادش فيها راقدين. نعم؟ الكنيسة ما عادش فيها راقدين. ازاي؟ لا ازاي؟ مين قال لك؟ في كل جيل بيؤمن الناس أصلا ما يعرفوش المسيح سواء وثنيين أو من أديان أخرى. ماشي لكن طبعا يبقوا موعوظين في فترة من الفترات، بس الطريقة يعني لا يعرفها أحد. في على مدى الظهور وعلى مدى السنين وعلى مدى الأجيال في موعوظين، بس أنت ما بتعرفهمش. ده أنا قريت خبر مرة في الأهرام من كام سنة إن 3000 يهودي آمنوا بالمسيح وتعمدوا في أورشليم في القدس يعني. أنا قصدي في بدايات إيمان اليهود حصل يعني، بس بادر يعني. وفي وثنيين بيأمنوا بآسيا وأفريقيا، في موعوظين. فأوشيت الموعوظين دي ما نقدرش نستغنى عنها أبدا أبدا يعني. في ناس بيجوا للإيمان لكل العالم، كل أنحاء العالم. نعم. وبنقولها في المعمودية لأن الموعوظين لازم يتعمدوا. تعبير سبعة وأربعة تعبير اللي هي الأربع بوسات والسبع إيه في أوتوبيات اللي هي أيام الأسبوع السبعة يعني. سبعة وأربعة هي سهرات كام؟ كلمة بصخة كلمة يوناني بصخة بالإبتي واليوناني يعني عبور، كلمة فصح بالعبري وعبور بالعربي، إن هي كلها عن العبور، عبور الملاك المهلك يعني. تعبير شعانيني جاية من هوشانا، هوشانا يعني خلصنا، هوشانا. واللحن الشعنيني معروف بنستخدمه في أعياد الصليب ويوم دخول السيد المسيح إلى أورشليم.